طبعا مظاهرات يوم امس الذي انطلقت من ساحه الفردوس وزحفت الى ما يعني ربما الى ساحه التحرير وقبل ساحه التحرير الى ساحه النصر، من ابرز المطالب التي خرجت فيها ناشطين تشرين هي يعني تقنين قطره المتظاهرين اولا، ثانيا ربما الركاض على السلع والخدمات، يعني النواب السياسيين وبعض يعني الشخصيات السياسيه طرحت مبادره ان هنالك ستكون رقابه على السلع والمواد الغذائيه في شهر رمضان وتوزيع السلع الغذائيه، ولكن تلك الامور لم تجد اليها اي حل، يعني الرقابه لا تجد هنالك رقابه على السلع والمواد الغذائيه ولا توجد هنالك اي ممارسات من الدوله على اصحاب المعامل، يعني الاسعار كما هي عليه، وكذلك نحن مقبلين على فصل الصيف. الان المحتجون والتشرينيون يطالبون باجراءات طبيه وصحيه وتعليميه، اولا انهاء الانسداد السياسي، بعد انهاء الانسداد السياسي ستتوفر الحكومه او الاسراء باقرار المواجنه، ومن ثم تتوفر المواجنه الى تعيينات ودرجات وظيفيه من صحه وتعليم. اما اذا يبقى الانسداد السياسي كما هي عليه بعد شهر رمضان ستكون هنالك مبادره وستكون هنالك مظاهرات احتجاجيه تبدا شرارتها من العاصمه في بغداد وتمتد الى كل المحافظات. تحدثت يوم امس مع الناشطين وكنت في ساحه الفردوس وفي ساحه النصر حول هذا الخصوص، قالوا ربما اجل تتحقق مطالبنا بعد شهر رمضان ستنطلق هنالك مظاهرات لا تكون تدنيه، ستكون ستسقط النظام. حسب المعلومات التي وصلتني اليه قبل قليل ربما يعني الاغلب الوسط السياسي قلق من ان يحل نفسه، اذا تجد فئه معينه من الشعب يناهض او يريد حل البرلمان فالنواب من اكثر الخائفين، لان بعد حل البرلمان لا تجد هنالك انتخابات، الشعب لا ينتخب من جديد، لان يعني انتخب ووجد نفسه في بوتقه سياسيه من الازمه، يعني الازمه السياسيه الان في اوجها، لا توجد هنالك اي انفراد سياسي، النواب السياسيين الان يتصارعون على المناصب الاداريه والمناصب الوزاريه طيب. ولا يكون اي نظره الى الواقع الخدمي او الواقع الصحي على مستوى العاصمه بغداد وفي المحافظات العراقيه.